تعد طاجكستان واحدة من أبرز دول آسيا الوسطى، ويعود تاريخها إلى آلاف السنين، حيث كانت موطنا لعديد من الحضارات القديمة التي ترجع للعصر الحجري الحديث والعصر البرونزي، كما أنها كانت تابعة للعديد من الممالك والإمبراطوريات مثل المملكة الإغريقية التي حكمها الإسكندر الأكبر الذي أنشأ بها مدينة خوجاند أي الإسكندرية البعيدة، كذلك الإمبراطورية الإخمينية أو الفارسية والدولة التيمورية والإمبراطورية الروسية. طاجكستان من الدول غير الساحلية ذات السيادة، حيث يحدها من الجنوب دولة أفغانستان ومن الشمال قرغيزستان، وتحدها الصين شرقا، فيما تقع أوزبكستان على الحدود الغربية منها. وتعد طاجكستان أصغر دول آسيا الوسطى، حيث تبلغ مساحتها 143 كيلومتر مربع، وعاصمتها دوشنبة، وهي من الدول الجبلية حيث تغطي الجبال حوالي 90% منها، وتمر عبر أراضيها 60% من مصادر المياه بآسيا الوسطى، كما تمتلك أطول سد في العالم وهو سد نورك الذي يصل ارتفاعه 300 متر. أعلنت طاجكستان استقلالها عن الاتحاد السوفيتي بعد تفككه في 9 سبتمبر عام 1991، وواجهت بعد استقلالها واحدة من أشد الحروب الأهلية في العصر الحديث، وقد انتهت بعد توقيع اتفاقية الوفاق النهائي، وذلك بعد تولي الرئيس إمام علي رحمن الحكم في عام 1996 ومحاولته لم شمل الفرقاء. تعد اللغة الطاجيكية اللغة الرسمية للبلاد والتي تنتمي للغة الفارسية، كما يتحدث الكثير من أهل طاجكستان اللغة الروسية، وتعتبر الديانة الرسمية للبلاد الإسلام حيث تتبع المذهب الحنفي. كما ترتبط طاجكستان بعلاقات تاريخية قوية بالعالم الإسلامي منذ أن فتحها قتيبة بن مسلم في العصر الأموي، حيث كانت تسمى هذه المنطقة قديما ببلاد ما وراء النهر، كما قدمت للإسلام العديد من العلماء مثل ابن سينا والبخاري والترمذي وغيرهم. تتمتع طاجكستان بعلاقات جيدة مع مصر، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقام بها سفارة لدولة طاجكستان، وذلك عام 2007 بعد زيارة الرئيس إمام علي رحمن لمصر. وقد شهدت هذه العلاقة تطورا كبيرا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، كما تحاول مصر زيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين. نرجع لحضراتكم وأهلا بكم من جديد في هذا الصباح، ولقائنا المنتظر مع سيادة السفير خسرو نظري سفير دولة طاجكستان بالقاهرة، وحوار مهم جدا حوالين تاريخ هذه الدولة الواعدة اقتصاديا وسياحيا وسياسيا، العلاقات الوطيدة اللي بتربطها بمصر اللي كانت أول دولة عربية تفتح سفارة ليها. بنتكلم كمان على هذه العلاقات اللي بيحصل لها تطور على المستوى الدبلوماسي بشكل كبير جدا ما بينها وبين مصر، التبادل التجاري، تبادل الخبرات على مستوى كثير من الملفات اللي بتتعلق في السياحة والدواء، والملف الأبرز وهو أيضا مكافحة ومحاربة الإرهاب. كل ده من غير الملفات الهامة الكثيرة اللي هنتكلم فيها النهاردة مع سفير دولة طاجكستان اللي منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك سيادة سفير، ومنورنا على شاشة إكسترا نيوز، ومنورنا برنامج هذا الصباح. شكرا، شكرا جزيلا لقناة سي بي سي إكسترا. وأنا في البداية اسمحي لي الأستاذة أسماء أن أشكر على هذه الدعوة الكريمة للحضور في هذا البرنامج، برنامج هذا الصباح، ولإتاحة الفرصة التحدث عبر هذا البرنامج مع مشاهدي قناة إكسترا سي بي سي إكسترا الكرام. شكرا جزيلا حضرتك، وأنا بشكرك. وخليني أبدأ مع حضرتك بالوضع الحالي، ويعني التطور اللي حدث في العلاقات المصرية التاجيكية. عارفين طبعا أنه كان هناك تاريخ طويل، ومصر من أول دولة عربية كانت بتعترف بسيادة طاجكستان، وفي تمثيل دبلوماسي عالي جدا داخل الدولة، وتبادل كثير جدا من العلاقات الهامة جدا على المستوى السياسي والتجاري والاقتصادي. بماذا تقيم الوضع الآن في هذا التطور اللي بيحدث في كثير من العلاقات ما بين مصر وطاجكستان؟ أيوة،
قبل كل شيء أنا إجابة إلى هذا السؤال، أنا أود أن أؤكد أن هذا العام، العام الجاري، يمثل أهمية خاصة لتاريخ العلاقات الثنائية بين جمهورية تاجيكستان وجمهورية مصر العربية، إذ احتفلنا في اليوم الأول من شهر نيسان الماضي بمرور 25 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والصديقين. وبهذه المناسبة التاريخية تم تبادل برقياتي التهنية بين الزعيمين، سيادة الرئيس إمام علي رحمن رئيس جمهورية تاجيكستان وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أكد فيهما حرصهما المشترك لتعزيز وتعميق وتوثيق العلاقات الصداقة المتميزة والتعاون في كافة المجالات. علاوة على ذلك، فضلا على العمل على استدامة وتعميق التنسيق والتواصل في مختلف جوانب العلاقات الثنائية، أي بما ترتقي إلى تطلعات الشعبين الصديقين التاجيكي والمصري. يرجع تاريخ علاقاتنا الثنائية إلى كما أشرت إلى عام 1993، بعدما نالت جمهورية تاجيكستان استقلالها وسيادتها في عام 1991. وكما تفضلت، مصر كانت من أحد الدول الأولى التي اعترفت باستقلال وسيادة جمهورية تاجيكستان. وفي الفترة الماضية شهدنا تطورا ملحوظا في علاقاتنا الثنائية. تم زيارة رسمية أولى لفخامة الرئيس إمام علي رحمن لجمهورية مصر العربية في فبراير 2007، ومن أهم النتائج هذه الزيارة التاريخية كان فتح افتتاح السفارة التاجيكية، وهي أصبحت السفارة الأولى التاجيكية في العالم العربي. وباشرت نشاطها بدءا من شهر أكتوبر 2007. إضافة على ذلك، نحن نجحنا في إنشاء القاعدة القانونية الراسخة للعلاقاتنا الثنائية، إذ تم التوقيع لمجموعة من الاتفاقيات المهمة في المجالات المختلفة، ونحن نواصل هذا العمل. وعندنا الآن نحن نناقش وننسق مشاريع الاتفاقيات الجديدة في المجالات الأخرى. والعام الماضي شهدنا لقاءات مهمة على مستوى القمة. مثلا تم لقاء الرئيسين في شهر مايو في مدينة الرياض على هامش القمة الإسلامية العربية والأمريكية، ولقاءهما الثاني في مدينة سيامين الصينية على هامش قمة مجموعة بريكس. وناقش الرئيسان حالة وآفاق التطور أو آفاق التعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي هذا اللقاء جدد فخامة الرئيس إمام علي الرحمن دعوته الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بزيارة رسمية لطاجيكستان، الذي استقبله
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل اطمئنان، ونحن على ثقة تامة أن لعلاقاتنا الثنائية مع مصر مستقبل جيد، ونحن نبذل كل ما في وسعنا لتوثيق وتطوير العلاقات الثنائية مع مصر، لأن مصر دولة مهمة لها مكانة خاصة في العالم العربي في المنطقة وعلى مستوى الدولي. هرجع مع حضرتك لأبرز الاستثمارات المصرية اللي موجودة في تاجكستان أو في السوق والعكس، يعني هذا النوع من أنواع التبادل في الاستثمارات سيادة السفير ما بين البلدين. يعني طبعا دولة تاجكستان هي في أسيا الوسطى، في موقع متميز، بالإضافة أيضا إلى الموقع المتميز لمصر وتواجدها في يعني هنقول بوابة أفريقيا والتواصل كمان مع أوروبا. هذا النوع من أنواع الاستثمارات، إيه المجالات اللي بيتم الانفتاح عليها أو المجالات الجديدة؟ بلا شك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري عنصر مهم في العلاقات الثنائية بين البلدين، ولكن بصراحة لازم نعترف أن مع الأسف الشديد لم يرتقي التعاون الاستثماري والتجاري والاقتصادي بين البلدين إلى مستوى علاقاتنا السياسية، وهناك أسباب واقعية، يعني طول المسافة، وأن تاجكستان دولة كما شاهدنا في هذا الطبيعة الجغرافية حصيرة، يعني ليس لها يعني منفذ مباشر للبحور، ورغم ذلك هناك يعني برغم من ان الطبيعة الجغرافية بتتعارض مع حجم الاستثمارات المطموح لها. ايوه ولكن رغم كل ذلك هناك اهتمام متبادل بين الجانبين التاجيكي والمصري لتطوير علاقات التجارية الاقتصادية وخاصة الاستثمارات المتبادلة. يعني أبرز هذه المجالات سيادة السفير؟ مثلا أنا بإمكاني أن أشير إلى أفضل مصنع مشترك لإنتاج الأدوية التي تم إنشاؤها في طاجكستان بجذب الاستثمارات المصرية. والمشروع الثاني الناجح مثلا تم إنشاء برج سكنين في العاصمة دوشنبي بمشاركة المستثمرين المصريين، وهناك كمان أعتقد مطعم مصري، يعني هناك كمان مطعم المصري، أيوة في هناك حضور الاستثمارات المصرية، ولا عكس هناك ولا حجمها الضئيل، ولكن هناك استثمارات تاجيكية في مصر في شكل مطاعم صغيرة تاجيكية. في حضرتك قلت انه بتتطلعوا انه هذه الاستثمارات تزيد في مصر بشكل اكبر. ايوه ولكن نحن ننسق علاقاتنا الاقتصادية عبر آلية مهمة، وهي اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. هرجع مع حضرتك للمواقف المشتركة وهي اللي بيتفق عليها، طبعا اتفق عليها الرئيسين، والموقف الموحد في على المستوى السياسي وخاصة فيما يتعلق بالملف الأبرز وهو مكافحة والقضاء على الإرهاب. هذا من الواقع أن هذا الموضوع، يعني موضوع محاربة الإرهاب، من الأمور المهمة التي في أجندة العلاقات الثنائية بين مصر وتاجكستان. وتاجكستان كانت من
أوائل الدول التي وقفت بجانب مصر، وإن شاء الله ستقف بجانب مصر في اللحظات الحساسة الدقيقة. ونحن في طاجيكستان ندعم مصر في جهودها لمكافحة الإرهاب، خاصة في شمال سيناء، ومنطلقا للإدراك المشترك لأهمية التعاون في هذا المجال، في مجال مكافحة الإرهاب، تم أقامت علاقات التعاون بين الجهات المعنية بين البلدين، ونحن الآن نتعاون مع الجهات المعنية المصرية في هذا المجال، وكما نرى هذا التعاون مثمر وناجح، ونتطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال أكثر. طب هناك عدد من الطلاب التاجيك اللي بيدرسوا في الجامعات المصرية، اللي بيدخلوا بينتموا لمؤسسة الأزهر، من يأتي منهم بحثا عن الدراسات الإسلامية، ويعني مصر والأزهر الشريف ومنارة للعالم الإسلامي. إيه اللي هي المجالات الدراسة الأخرى اللي بيتطلع طلاب التاجيك للتخصص فيها داخلها؟ قبل كل شيء أنا منتهزا هذه الفرصة، أنا أود أن أعبر شكرنا لجمهورية مصر العربية، لأن مصر فتحت أبواب جامعاتها للطلاب التاجيك بعدما نالت طاجيكستان استقلالها في عام 1991. وخلال هذه الفترة الماضية درس عدد كبير من الطلاب التاجيك في الجامعات المختلفة في مصر، خاصة في جامعة القاهرة، في جامعة العين الشمس، وكذلك جامعة الأزهر. وحاليا عندنا في مصر تقريبا 250 طالب تاجيكي يدرسون، ومعظمهم في جامعة الأزهر الشريف. ونحن طبعا نعترف بأهمية هذه الجامعة، بمكانة الأزهر الشريف في تنشير الوسطية الإسلامية، الشيء الذي نحتاج كلنا في عالمنا الإسلامي، الاعتدال والوسطية. طيب، كان في سؤال إنه هل تم بالفعل الاتفاق على تشغيل خطوط الطيران ما بين دوشنبة وشرم الشيخ؟ هل تم الاتفاق على تشغيل خطوط الطيران؟ وده كان جزء مهم، أعتقد الشركات السياحية كانت بتتطلع إنه يتم هذا الاتفاق ما بين الجانبين. هذا السؤال الذي أنا أحب أن أجيبها، لأن عندي خبر إيجابي في هذا الموضوع. أن طبعا قبل كل شيء أود أن أؤكد أن السياحة من أحد المجالات الواعدة في علاقاتنا الثنائية مع مصر، لأن مصر يعني كما هو المعروف يعني الدولة غنية بالأماكن الأثرية، بالمنتجعات، بشواطئها يعني الفريدة. ومن جانب آخر طاجيكستان كمان بلد جميل، بلد الجبال، بلد الأنهار، بحيرات، بلد على سد في العالم، على السد في العالم، يعني الأماكن الأثرية وتاريخ الغني، والشعب المرحب بالضيوف. وعنصر مهم كان يغيب في هذا المجال، وهذا
عدم توافر الطيران المباشر من دوشنبه لشرم، بين دوشنبه وعموما بين بين مصر يعني. وعدم توافر الطيران المباشر طبعا اثرت في العدد الصحيح من البلدين، يعني في عدد الصحيحين بين البلدين، ولكن الحمد لله نجحنا في تنسيق وهذا الموضوع، ونتوقع في بعد بضعة أيام تنفيذ رحلة أولى. أول رحلة يعني بعد أيام؟ أول خبر كويس يعني. أيوة قبل يعني هذا، يعني هذا بمثابة هدية قبل نهاية العام رأس السنة يعني. أيوة يعني ويتم تتم أولى رحلة تجريها شركة سامان إير، وهي شركة للخطوط الجوية التاجيكية، حاملة مجموعة أولى من السياح التاجيك. يعني أول فوق سياحي هيصل برحلة أولى مباشرة. أيوة أيوة هيكون قبل نهاية العام. أيوة 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 من دوشنبة مباشرة إلى مدينة شرم الشيخ، مدينة سلام. وهذا طبعا خبر جميل، ونحن نتطلع إلى استمرار هذه الرحلات في المرحلة الابتدائية. ستجري الشركة التاجيكية هذه الرحلات على باقي رحلة واحدة كل أسبوع. يعني يكون في رحلة كل أسبوع تنطلق من دوشنبه إلى شرم الشيخ. أيوة. رحلة مباشرة الطيران العارض. ولكن نحن ندرس يعني إمكانية الزيادة. إمكانية بعد 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 ترسيخ استمرار هذه الرحلات. ده خبر جيد جدا، والحمد لله. خلينا نقول زي ما حضرتك قلت سيادة سفير، ربما هي تكون هدية نهاية العام أو يعني أو رأس السنة بالنسبة للسياح التاجيك اللي بيتطلعوا لزيارة شرم. ولكن نحن نتمنى أن هذه الرحلة الجوية ستكون باكورة لرحلات سياحية للمواطنين المصريين لتاجيكستان. كنت لسه اقول لحضرتك التسهيلات بقى اللي بتقدمها السفارة التاجيكية للمصريين لزيارة تاجيكستان هتكون ايه؟ او يعني نحن طبعا هذا بدون اي شك، نحن نرحب كل مصري يزور تاجيكستان ونوفر كل تسهيلات ممكنة اللازمة. وإضافة على ذلك، أنا أود أن أشير إلى أن بدءا من عام 2016 من شهر يونيو تم تشغيل البوابة الإلكترونية اللي هي المسافر بيحصل على الفيزا عنده وصوله إلا إلى إلى أيوة إلى لإصدار التأشيرات التاجيكية. يعني كل شخص، كل مواطن مصري بإمكانه استكمال بيانات الاستمارة إلكترونيا دون الحاجة لزيارة بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج يعني. أيوة. وهذا يعني شيء أعتقد، وأنا عارفة أن مصر من الدول اللي بتختص بتقديم هذه الميزة لمسافرينها، أن هم يحصلوا على التأشيرة عند الوصول ويملوا البيانات الإلكترونية. أيوة أيوة أيوة. أيوة. كل شيء يعني سيتم إلكترونيا. يعني عايز اسال حضرتك في جزئيتين يمكن بشكل سريع لان الوقت يعني. فخامه الرئيس امام علي رحمن كتب عنوان بكتاب التاجيك في مراه التاريخ، والكتاب اللي حضرتك يعني شرفت لنا انه في نسخه، ايه اهميه هذا الكتاب او ما هو متاح بالنسبه للقارئ العربي؟ ايوه، هذا اصل الكتاب طبعا تم تأليفه باللغة الفارسية التاجيكية. أي. من جانب فخامة الرئيس إمام علي الرحمن، كما أشرت اسم الكتاب التاجيك في مرآة التاريخ. هذا وتم ترجمة ونشر هذا الكتاب في القاهرة في دار الفكر العربي. ترجمته اللغة العربية. أيوة، وقامت وهذا الكتاب عبارة عن أربع أجزاء، أربع مجلدات، وقامت بترجمة الجزء الأول الدكتورة المحترمة
مكارم الغمري من كلية الألسن من جامعة العين الشمس، والجزء الثاني والثالث قام بترجمتهما الدكتور عبد الوهاب العلوب من كلية الآداب، عدد من المشاركين المصريين في ترجمة الكتاب من جامعة القاهرة. والجزء الرابع تم ترجمته من الأستاذ التاجيكي أكرام. احنا ممكن نعيد سيادة سفير الغلاف مرة أخرى عشان الناس تتعرف على أيوة هذا كتاب على الكتاب يعني، وهذا الكتاب متوفر في المكتبات المصرية، يقدروا يطلعوا عليه يعني. وكمان في السفارة التاجيكية، اي مصري يريد عايز ان يقرا هذا الكتاب اهلا وسهلا يعني. أهلاً. وهذا كتاب عن تاريخ الشعب التاجيكي على مر عصور طويله جدا، على المصور بدءا من الحضاره الاريه وهي اصل التاريخ التاجيكي، مرورا بالحقب المختلفة خاصة الحقبة الإسلامية، وكما نعرف عندنا حضارة مشتركة إسلامية ولشعب التاجيكي إسهامات كبيرة في إثراء الحضارة الإسلامية المشترك. وهذا في هذا الفيلم نحن استمعنا إلى أسماء بعض كبار العلماء كالشيخ الرئيس ابن سينا، الإمام البخاري، أبو ريحان البيروني والآخرين، علماء كثيرين. طب سيد سفير أخيرا بقى، حضرتك تقول لنا إيه عن تجربتك يعني، أو تجربة عملك الدبلوماسي في مصر على مدار سنوات طويلة، أو إيه اللي أنت بتحبه في مصر؟ صراحة كل شيء. كل شيء بتحبه في مصر؟ في مصر أيوة طبعا. لكل دولة ميزة خاصة. ميزة خاصة. مثلا قبل وصولي إلى القاهرة، أنا خدمت في بعثتنا الدائمة في نيويورك لدى الأمم المتحدة، وقبلها كدبلوماسي الشاب في سفارتنا في بيجينج في عاصمة جمهورية الصين الشعبية. القاهرة قبل كل شيء هي من أهم العواصم الدبلوماسية. يعني هناك حضور ضخم للسلك الدبلوماسي. علاوة على ذلك، العاصمة مقر جامعة الدول العربية، بيت العرب. يعني لكل دبلوماسي في مسيرته الذي تم تعيينه في مصر في القاهرة، يعني هذا تتيح له الفرصة لكسب الخبرة الدولية العربية والتجربة في 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 المجال الدبلوماسي. وفي هذا الخصوص أنا سعيد جدا بتواجدي في مصر، وبالنسبة لي وبالنسبة لأسرتي هذه التجربة الفريدة الغنية، ونحن نتعلم تعلمنا كثيرا من واللغة العربية المصرية كمان يعني بطلاقة. نحن أنا درست اللغة العربية الفصحى في لأن ما كانت عندنا يعني طبعا اللهجة المصرية تدرس، ولكن بعد 4 سنوات أنا تتحدث اللغة العربية أحيانا تتكلم يعني مصري، أستفيد يعني العبارات المصرية ونطق المصري جيم بدلا للجيم. حضرتك نورتنا يا سيادة سفير، والحقيقة كان حوار ممتع مع حضرتك جدا، وإحنا كلنا بالطبع يعني حضرتك وكمصريين وكالشعب تاجكستان والمصريين بيتطلعوا لمزيد من العلاقات، ويعني التوافق الدائم ما بين البلدين اللي الحياة بيجمعهم وبيتفقوا على حضارة كبيرة وعريقة وكثير من الأمور، وإن شاء الله بإذن الله يكون القادم أفضل بإذن الله على مدار السنوات القادمة. شكرا معالي السفير السيد خسو نظري سفير دولة تاجكستان بالقاهرة، نورتنا. شكرا جزيلا. نورتنا منور مصر طبعا. شكرا جزيلا. ونورت اكسترا نيوز وبرنامج الصباح، وبشكر حضرتك جدا 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 على وجودك معانا. شرف عظيم بالنسبه لي. احنا لينا شرف. بشكرك جدا سياده سفير. مشاهدينا في الصباح بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى ان يتجدد لقائنا غدا باذن الله وحلقه جديده.
نهاية الصباح. تحياتي لكم أسماء مصطفى، أشوفكم على خير. شكرا.